اليوم كنحتفلوا بالذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هاد السنة هذا تم اختيار شعار الألف يوم الأولى مستقبل أطفالنا. في هذا اليوم غيتم خلاله عروض عرض رئيس قسم العمل الاجتماعي حول المنجزات ديال المبادره خاصه في مجال صحه الام والطفل، وعرض ديال السيده المندوبه الاقليميه للصحه حول الالف يوم الاولى. وبعد ذلك سيتم زياره المستشفى الاقليمي للوقوف على مختلف التجهيزات اللي تقتنوا في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لفائده قسم صحه الام والطفل بالمستشفى. خلال هذه الاربع سنوات الاخيره تم التركيز على صحه الام والطفل من خلال تجهيز المستشفى الاقليمي بالتجهيزات الضروريه اللي كتهم صحه الام والطفل، وكذا تجهيز مختلف 8 المراكز الصحيه المتواجده بنفوذ العمله بالتجهيزات الخاصه في قسم الامهات باش يمكن نديروا تحسيس، بالاضافه الى الحمله التحسيسيه اللي انطلقت هذه 3 سنين لفائده النساء الحوامل باش يمكن لنا نحاربوا ذوك الولادات خارج المرافق المراقبه. والحمد لله المؤشرات الصحيه راهي في اطار تصاعدي، وكنتمناو على اساس انه نبقاو في هذه المنحه التصاعدي خاصه بالنسبه للمؤشرات، لان الاهتمام بالطفل وخاصة في السنة الأولى كما كيعرف الجميع بأن خلال السنة الأولى 80% ديال الدماغ ديالنا كيتكون في السنة الأولى، وكذلك الطفل ممكن أنه يأخذ جميع الأحاسيس من عند الأبوين دياله، بالإضافة إلى تحسيس في إطار الرضاعة الطبيعية، لأنه حليب الأم كيحتوي على مجموعة المكونات لفائدة هذا الطفل. هذا اليوم كنت واجدوا في مقر العمالة لإلقاء عروض بالنسبة للحملة التحسيسية التي الحملة التحسيسية التي ستعطى الانطلاقة ديالها من 22 ماي حتى 22 يونيو. وهاد الحملة اللي كتقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. الشعار ديال هاد الحملة هو الألف يوم الأولى أساس مستقبل أطفالنا، واللي كنأكدوا فيها على باش يكون واحد التغيير اجتماعي وسلوكي فيما يخص التغذية، وخصوصا في هاد الفترة ديال نمو الطفل، يعني الألف يوم الأولى. كما يخفى عليكم بأن نساء ورجال أي مجتمع كيتبداو كيكونوا هما أطفال اليوم، يعني أطفال اليوم هما دعامة ومستقبل أي بلد كيف ما بغى يكون النوع ديالو. لذلك احنا كنهتموا بهاد الفئة، كنهتموا بصحة الأم، يعني اللي كيقول الأطفال في الأيام الأولى كيقول الأم باش كيبدا النمو، كيبدا النمو ديال الطفل يعني فترة الحمل، وكاينة فترة الولادة وكاينة فترة ما بعد الولادة. وزارة الصحة كتقوم بعدة خدمات اللي هي قارية في جميع المؤسسات الصحية، ولكن كتقوم كذلك بحملات صحية توعوية وتحسيسية، واللي كتجي هاد الحملة اللي حنا غادي نديروا واحد العرض عليها، كتجي مكملة للخدمات القارة اللي موجودة. كما قلت هاد الحملة كتأكد على باش تكون عندنا واحد التغذيه صحيه لا بالنسبه للام ولا بالنسبه للطفل، تغذيه سليمه. كاينه فئات مستهدفه اللي هما متدخلين في هذه التغذيه ديال الام والطفل، من الام بنفسها، من العائلات اللي ضايرين بها، من مجتمع مدني، من اعلام، من مهني الصحه، يعني كاين جميع المتدخلين. وهاد جميع المتدخلين حنا كنتمنوا تكون واحد الالتقائيه في التدخلات ديالهم باش نديروا نعطيو واحد الطفل اللي عنده نمو سليم، نمو عقلي جسماني معرفي، لان اذا كانت التغذيه ماشي متوازنه وماشي سليمه، يعني كتعطي واحد الطفل هو اصلا يعني ماشي سليم، يعني في المستقبل كتقدري تعطي يعني واحد المواطن ماشي سليم، ما غاديش يقدر يعاون المجتمع ديالو. داكشي علاش هاد الحمله كاينه، علاش حنا مجتمعين هاد اليوم.
اليوم. شكرا. انا وليدات كنت نسكن في الحسنيه، جيت ولدت هنا في السبيطار بن مسيك. الحمد لله داس الولادة بخير وعلى خير، ولدت بنيه هاي الحمد لله. السبيطار نقي، كل شيء اعتنوا بينا، الحمد لله كل شيء مزيان. هذه الولاده الاولى الثانيه؟ لا الثانيه، ولدت وليد دابا بنيه. اش الفرق بين الولاده الاولى والثانيه من ناحيه السبيطار؟ من ناحيه السبيطار تنقى وقادو الحمد لله، كان نقى كاين كل شيء.